صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن في مدرسة يبلغ عدد طلابها أكثر من 500 طالب، ونقيم صلاة الاستسقاء في مصلى المدرسة، فما حكم ذلك؟ لأنه يصعب على الطلاب الذهاب إلى المسجد خارج المدرسة. هذا يحتاج إلى فتوى من دار الإفتاء. لا تقام الاستسقاء والجمعة إلا بفتوى من دار الإفتاء، فعملكم هذا غير وجيه. صلاة الاستسقاء ما هي بواجبة، إن حضرتم مع المصلين ودعوتم مع المسلمين فهذا شيء حسن، وإذا لم تحضروا فهذا شيء ليس بواجب، يكفي من حضر. نعم.